استمرار الأزمة السياسية والدستورية يثير أسئلة حول مصداقية وشرعية قرارات مؤسسات الحكم المنبثقة عن آخر انتخابات، وهذا يفسر ربما بحث كل طرف عن المخرج الذي يراه مناسبا. دستور 2014 فيه الكثير من التناقضات والتي أفرزتها الممارسة بعد المصادقة على الدستور. هذه التناقضات حركة النهضة هي أول المستفيد منها، أول المستفيدين منها، بحكم معنى في كل تأويل تجد معناتها هي مصلحة فيه. مواقف الفرقاء تتأرجح بين التجاوب مع دعوة الحوار وتلويح الرئيس قيس سعيد باستفتاء لتغيير النظام السياسي وسيناريو الذهاب لانتخابات مبكرة. فانتظاري نظاما سياسيا جديد. حركة النهضة الإخوانية أبدت استعدادها للموافقة على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها إذا فشل اتحاد الشغل في تنظيم حوار وطني لحل الأزمة. رئيس الجمهورية يريد استفتاء كآلية يؤسس من خلالها لمشروعه الجديد والانطلاق عمليا في ما اسمه هو النظام السياسي الجديد لتونس. ومع تفاقم التوتر السياسي والاجتماعي والقلق بشأن تداعياته على الوضع الاقتصادي والأمني الهش، ينصب اهتمام بعض الأطراف على حل أزمة الحكومة القائمة منذ التعديل الوزاري في يناير الماضي وإعفاء وزراء آخرين لاحقا، والخلاف بين قصري قرطاج والقصبة، وكذلك سد الفراغ الدستوري والتوافق على تشكيلة جديدة للمحكمة الدستورية قادرة وحدها على الحسم في خلافات مؤسسات الجمهورية. استجابة السلطات لمطالب المنظمات المدنية بشأن تقديم المتورطين في الانتهاكات الأخيرة للعدالة والقيام بإجراءات سريعة لتحسين الوضع المعيشي، بالإضافة إلى الإفراج خلال الساعات الماضية عن بعض الشخصيات، إجراءات من بين أخرى قد تساهم في بناء تهدئة سياسية تمهد لجلوس جميع فرقاء الأزمة على طاولة الحوار. خليل الجدود، العربية، تونس.